إذا 12 فولت مع القاطعة. القاطعة نحو جهاز المعدلة أو نحو المعدلة نضبطها عند 10 أوم. ثم من المعدلة نحو الوشعة، وشعة ذاتيتها 1.4 هنري. ثم من الوشعة نحو القطب أو أرضي المولد. نقوم كذلك بتوصيل جهاز الفولت متر بين طرفي المقاومة لنشاهد منحنى التوتر بين طرفي المقاومة، والذي من خلاله يمكننا استنتاج منحنى التيار. فنشاهد منحنى التوتر بين طرفي المقاومة، ومنه يمكننا استنتاج منحنى التيار.